كل يوم والله بتألم كتلة ألم ما بتحمل، يعني ما عندي هالهوامات إذا وجهنا شيء، إذا أرصتنا بقى كل اللي بتألم. وقعت من على السطوح، صار عندي شلل كامل، ضربني خو على الشوكة عندي وعجزوا الأطباء. أنا عم بشتغل مساعدة شيء بسيط، يعني مو شيء يكفي يعني المصروف، الإنتاج اللي عم ننتجه ما بكفي، يعني شيء قليل من المصروف. يعني اسم عم بشتغل بس من شان ما أصير يعني عبق كله عليهم، ما بركة هالحملة عليهم، لأنه نخطي عم بيشتغلوا وبيشتروا لي كل شيء دواء. أنا حالياً عايشة مع أخوي، عائلته 10 أشخاص، ويعني ومعيشة صعبة جداً، وربطة الخبز صارت بليرتين ونص تركي عنا. وأشي يعني البحي ما عنده شيء، يعني إذا ربطة يعني ما بدها شيء مع ربطة الخبز. بقول لعمتي لا تشتغلي، بس هي بتشتغل بتشتغل، بس هو صعب عليها، بس هي بتشتغل مشان تسلى وضيع وقت. بشتغل أمرار وقتها بكون عندها وظائف كتير، بشتغل كيلو، أمرار وقتها بكون ما عندها بشتغل كليين أو كليين ونص.